من أغاني أغاني خلال الأسبوع مع أخبار فنية جديدة. نبدأ لليوم مع الفنانة كارول سماحة يلي ما زالت متواجدة بمصر لاستكمال العمل على أغاني ألبومها الجديد. وقامت كارول بعدة جلسات عمل مع شعراء والملحنين لوضع اللمسات الأخيرة على الأغاني. وقالت كارول بتغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر إنها عم بتابع العمل باستوديو يوميا مع الملحن محمد يحيى والملحن محمد رحيم والموزع طارق المدكور بالإضافة للموزع ميشيل فاضل عبر الهاتف. وبتعود كارول على لبنان يوم الأربعاء المقبل. بنتابع مع كارول ونسمع ونتعود. الجمعة 25 الأول حفل غنائي بمنتجع كورتو السخنة بمصر، والتقى رغب بعد غياب جمهوره المصري اللي غنى ورقص على وقع مجموعة من أجمل الأغنيات القديمة والجديدة. نذكر رغب بزار الأسبوع الماضي قطر ودبي لإطلاق عطر جديد رغب. حلقتنا بنتابعها ونسمع أنا ضايع من دونك حبيبي رغب عليك. بين وبين شركة لوريال باريس لأسباب شخصية فضلت الفنانة نجوى كرم عدم الإفصاح عنها. أكدت نجوى على لسان محاميها الخاص خبر إنهاء العقد حبيا برد تم نشره بجريدة السفير يوم السبت الماضي. نذكر أن نجوى عادت مؤخرا من جولة فنية بأستراليا وهي عم بتابع العمل على مشروع فني كبير وعدت فيه جمهورها من كم شهر عبر الفيسبوك. نسمع من الفنانة نجوى كرم لو بس تعال. مشاهدينا حلقتنا لليوم معكم وبأغاني أغاني والفنان نجد مهندس اللي عم يستعد لإقامة حفل غنائي ساهر بالعاصمة البريطانية لندن مساء الليلة بقاعة ألبرت هول الملك ورح يقوم الفنان العراقي خلال الحفل بغناء مجموعة من ردود الفعل الإيجابية حول أغنية بدي أشوفك كل يوم يلي أطلقتها بتوزيع جديد حمل توقيع الزوجة هادي شرارة. وعم بتفكر كارول جديا بتصويرها خلال المرحلة المقبلة وهي محتارة بين عدة مخرجين منهم ليال رشحة جوب وعيد أو إيمان سعدة وهي مستعدة للتعاون مع مخرج. أما من ناحية ثانية أعلنت كارول عن مشروع ديو مع الموسيقار من حمد رحيم. حلقتنا عم نتابعها ونسمع يا أنا